masaajidkan dadka ka soo horjeeda oo mashruuc uu ka mid yahay sidaa sheegtay wuxuu sheegay ama sheegay in masaajidkan aan jumuc lagu tukanaynin la rabo in kaliya lagu xadreeyo arrintan waxa ka jira waxa uu jawaab leeyahay masaajidka propagandada dadka la dhaxwada waxay tahay in masaajid lagu xadreeyo oo cajal laga geliyo oo dadka hurdada laga toosiyo kale in laga rabo taasi waxba kama jiraan waa propagando الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد مثلا كان لنا حل إلى داب داب سب كاونتي خاصة بولاليلي خاصة مسجد دار العلوم ويان معانا سكو إيماني إن أنا دلالة هذا وحير كدي بنو أنك إرهنا المساجد كا ولا إرهنا مسجد دار العلوم جوجين تيسا لجوجيي المساجد كا سو بات كاين بلان أو أن أغنى هاي أي أغيهين إن يو واحد لو جوجيي يا بات كا جوجيي وحيهين يا جوجين تا أيضا وحي تاي إن أنك هذا الله أنا ماشي نسكوي معناي أنا باسمي سلمي بسمي سالة جوجيي زاجد كان واحد لسايا ونقا أو أهري لداب خاصة أنا بولادن بولاد إيلي دقن أنقا أهل السنة والجماعة هي مساعد كان لسايا باهي كجر تقريبا هذا أن جوجنو يعني إن أن كدسنا نو خسرتي قريبا ساد جدام با واحد مساجد وهذا كدسن ملهن مساجد كأقول له وحنا ملان مرك قار أذان كسات على جوم مغلو ومرك هو إذا كنت مع هنا مساجد كويا العقد ليل بقى نقول له مساجد صادرت المرك باي أي قريبا قبل تدرت هذه يعني مساجد فينا عند اسمه يعني سوي معناي مساجد في مكان تبعنا نعم بالله إنه أنا بروح يوم بدن صامرني أنا قرأت الحل إلى أحمد حسن عبد الله مرعي واساس تدابا نهي وانا قديم لكن دقنابا نهي ماشي نهدا ان دقنا هين جيل انا دي حولها داق جريبا ايضا ان دقنا نوع الله طبعا وحي الى هذين ضد ميالا كركي مالي يقول عيال كي مالي مسايك الاسايا مركا وحيا بها سنقوا بيني نينو اين بانت امد اشيق اينا ايضا ضدك قاري وذا اقيهين لكن ان يرون عنها ان اقيهين وركا اسايا لغوش وين اي جلان وركا نقوا بيني نينا نارنتان يانكو عن سنلي مرك مساجد كا أنا قاعد لسه إنه مساجد كا باهي ذا الله قبلنا وان شغلناي مساجد كا كان دعيان لسنا بالله إنه أنا قا دولة صامرناي وجيف كورقد وكوري مساجد اسمي سوكو سابسن ولبس سوكو ورقو ورقد دعيان هذا استام كي سوكو لفتاي قدام بدي يوم واحد أنا ورقد دعوه كان إنسان استام كي سوكو لفتاي يوم ولا دب أو سي إس كلفتي كيسان استام كيس وكويا لو رغدا أو هذا أنا هنا سين وقصر أفتي مزايد كان سلاس كوب اللوني يا وحد علي نين اللي يلا أبو وكان صراحة مجال هذا إنه مزايد كيس سوري استعجي وأوجري مزايد كان سجع لما تدي ساي أوجري ولميه أمي يوحص وصوع عي أنا بمر كان كان سجع ظلم يقول نقول سمي أو نظلمي ومد الإسلام كل شيء إنه وهو هو يستعين بيت الله أي تهي بيت الله هي سلوك عباد السنة يا إله عباد سلوك ترى جلي يعني كتب ترى الإسلام كل آخر يوم ده حديث تهي ده تفاسير تهي ده فقه تهي بلغو برام ترى أسأل أنا برام عندك كلا أوفي بيجي فسوا عن دريم إن يقدم بين ما عندك كلا مركا مساجد كأسرع هذا سياسة كجوك سدي مساجد كي هدي أن هذا موجوك سدي أو من كان سجع وهو يستعجي أنا جو احتلال معنا قاعدين وأنا جو أمني جا إلى علينا إنه وأهل السنة والجماعة سيد اللي هاي وضد أهل الأمن يا تطفى والله ما أهم أنا جو مركز أن أمني جا إلى علينا إنه مساجد كي إن دولة عن كبر سنة ونصب بحري المحكمة عن كبر سنة دلالة مساجد كان بد ككسور جيدة ومشروع وكمدة سيد الشيكتي وش هاي أما الشيء جاي إن مساجد كان جماعة الوقت كنينين بالرابع إن كريول واحد رجع أردت بحكي جرب بحكي جواب له مساجدك propaganda dadka la dhaxwada waxay tahay in masaajid lagu xadreeyo oo cajal laga geliyo oo dadka hurdada laga toosiyo kale in laga rabo
taasi waxba kama jiraan waa propaganda masaajidku waa masaajid kutubta lagu akhrinayo sharciyada islaamka lagu akhrin rabo kutubta aan soo sheegay faniga xadiiska iyo faniga tafsiirka iyo faniga fiqiga iyo culumta kale ee culumta aqaaidta lagu akhrin rabo weeye wax la yiraahdo xatray iyo cajal la geliyo waxaasna meesha kama jiraan mid hadda waxaas lagu programsan yahayna ma ahan midda kale masaajid jumcaha lagu tukan rabo weeye oo jumcada islaamka waa farducayn sida diinta islaamka ay ka qabto oo qofkii ka tagaa la yidhi laba jumca ay soo marta aan tukanin inuu qofka isaga qalbigiisa madoobaanayo ay diinta kusoo aroortay saa darteed marka taasi waa iska barobaganda ma rabo qof walba markuu rabo hadafkiisa beenta inuu horgeliyo rabo wuxuu adeegsado waaye fikirkaana kolley waxaan isleeyahay ninkaasmasaajida jumca waa lagu tukanayaa isweydiin mana taas waa farducayn mise xagee looga tegi waxay ka mid tahay arkaanta islaamka ee eedeynta waxa kama jirto eedeyntaas wax ka jira ma lahan waxaan u sheegaynaa ummadda marka eedeyntaas inay eedeyn barobaganda ay tahay dadku rabaan inay maaragtay ku hergelsadaan hadafkooda iyo waxay damacsan yihiin waxaa kaloo lagu ku eedeeyey masaajidka lacagta lagu dhisay in guri ceel iyo soomaaliya laga keenay taasna maxaa u jawaabi lahay masaajidka lacagta lagu dhisay haddaan usoo galo lacagta iyada ah aniga iyo rag badan oo haddiila jooga ayaan soo aruurnay waxaana ka soo aruurnay tuulooyinkan lagu xeeran oo deegaanka ah laga bilaabo tuulooyinkan hamey ilaa banaaney ilaa saddex goso ilaa iyo tuulooyinkan baa laga soo aruuriyey lacagta iyada marka ilaa dhaafta lafteeda lacag baa laga aruuriyey oo masaajidka lagu dhisay intan hadda meesha jooga dad badan oo ka mid ah waxaa jirta wax ku darsaday oo masaajidka dhismihiisa ka qayb qaadanaya baa jiro waxaa laleeyahay guri ceel baa lacag laga soo diray iyo taasi waa been guri ceelna weligeed maana arkin waxaan degano hadda aan aqaano maaratay la xiriirana ma jiraan taasi marka iyadana waxaan leenahay waa been oo been abuurad weeye okay dhadhaab masaajidyo badana ku yaala oo ilaa iyo xilliga laga degay la dhisahay wuxuu masaajidkan kaga duwan yahay laidinkaga soo horjeeda kula tahay masaajidkan masaajidaas magaalada ku yaalla unbuu horta la mid yahay waxba kaga duwan yahay ma lahan waa baytullaahi sida kuwa lagu cibaadaysanaya baa kuwan lagu cibaadaysan rabaa keli wuxuu kaga duwan yahay oon kuu sheegayaa masaajidka masaajidaha magaalada ku yaalla masaajid kutub lagu akhriyo oo diin lagu barta ma ahan oo kutubo iyo dars kama socdo kan laakiin waxaan rabnaa haddii la yiraahdo cilmiga shareecada culumu shareeca dadka in lagu baro oo dadka diinka lagu fahansiiyo oo ummadda fikirka khaldan lagu shubay la rabo haddii la yiraahdo maarata in taas laga hortago oo dadka yaryar iyo dadka waaweyn intaba la rabo in diinka lagu baro masaajidka marka wuxuu oga duwayn masaajidda waa masaajid la rabo dad in lagu soo saaro diinta barta oo shareecada islaamka lagu akhriyo la rabo waaye okay dadka kale arintan idinku dhaliy sidoo kale waxay leeyihiin masaajidka dadka dhisahaya ama maal gelinahaya xeryahay ka imaadeen waa dad magaalada kusoo duulay oo aan deegaanka ahayn taas maxaa uga jawaabi lahay taasi waxaan leeyahay waa been iyo been abuurad weeyaan dadka xerooyinka degan waa dad ahlu sunna waaljamaaca ah intaa unbaa naga dhexayso wixii qarash dhismihiisana annaga ayaa deegaanka ka soo aruursanay qaxootigana waxaan u doonanay oo lacag oo hadda aan masaajidkaas aan hadda ka galay oon garanaynana waa ma jirta midda kale taasi waxay ila tahay waa tii aantan ku sheegay oo barobagandadii la rabay qof walba inuu wixiis ku hergelsaday inay tahay masaajidkan waxaa dhisaya waa reer dhadhaab waana qariidan dadka degan weeyaan qaxootina shaqo kuma lahan sidaas hadda waa nisaa maxaa idin qorshaysan maxkamadda hadda la sugay inkastoo kiiska maxkamaddu yaallo maxaad ka filaysaan maxkamadda hadda qorshaha aan rabnaa wuxuu yahay haddii ilaahay yidhaahdo maadaama meesha dowladda iyo kala dambeyn ay ka jirto maxkamadda amarkeeda markuu soo baxo maxkamadda ay meeshan fasaxdo ilan wax lagu haysta ma lahaan dhug annaga iskale o hadda meesha dood ma taale haddii ilaah yirahdo masaajidkaas inaan bilaabano haddii ilaah yirahdo oo hadda bisha soo socota adiga taarikh kow taarikh toban inta laga gaaraa intaas aan ka warsugno dowladda annagoo ixtiraamayno kan dambena masaajidkaana dib aan u bilaabano si masaajidka dee maaratay ummadda ku cibaadaysan lahayd cibaadada lagu fasaxo ay amaashay ku socdaan iyo diintii lagu baran lahaa